لا تزال الأزمة الاقتصادية في لبنان مستمرة، وفروق سعر صرف الليرة مقابل الدولار تصل لكل القطاعات والسلع وأبرزها الغاز، خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والبرد، وبالتالي زيادة الطلب على هذه السلع الأساسية في التدفئة والاستعمال المنزلي. إذن يعني كغيره للأسف يالين من القطاعات، يعاني هذا القطاع، قطاع الغاز في لبنان، من مشاكل متداخلة، أحدها تتعلق بأجور ومستحقات العاملين في هذا المجال، وأخرى تتعلق بحاجة المواطنين وغيرها، وأيضا بإمكانية الدولة بدعم هذه المشتقات التي ينفذ المخزون المؤمن منها بحلول 20 أكتوبر. بالفعل رؤى مشاكل القطاع يعني فيما يتعلق بالتحديد بالغاز تتداخل فيما بينها، ومن ناحية التسعير، من ناحية التسعير بداية يطالب العاملون في القطاع بإعادة النظر بملف تسعير اسطوانة الغاز في ظل سعر الصرف الجديد للليرة مقابل الدولار، وخاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات. من ناحية أخرى التخزين، إذ يصعب تخزين الغاز المنزلي لأنه يحتاج إلى اسطوانات خاصة، وغالبا ما يكون العدد الأكبر في المنازل 3 اسطوانات. حول الطلب الكبير على الغاز، توثق نقابة العاملين في قطاع توزيع الغاز أن 80% من بيوت لبنان تعتمد على التدفئة باستخدام الغاز. نعم، يعني مع ارتفاع أسعار الغاز وأيضا اختفائه، اضطر البعض للجوء إلى حطب التدفئة بدلا من المازوت، وأدى ذلك إلى ما يصفه مواطنون بمجزرة بيئية قضت على عشرات الآلاف من الأشجار في مناطق مختلفة، وأيضا خلقت سوقا سوداء للحطب تتحكم بها مافيا تتمتع بنفس مواصفات مافيا المحروقات في الانتشار وأيضا والنفوذ والسيطرة، حتى لحق سعر الحطب بأسعار المحروقات ولم يعد هو أيضا متناول أو في متناول الفقراء. نتابع التقرير. مع الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم الحكومي عنها، لم يجد خالد إلا قطع الأشجار لاستخدام أخشابها كمصدر للطاقة والتدفئة، لأنه لا يقدر على دفع ثمن المازوت بالدولار. بدنا بالشتوية بين 8 و10 برميل مازوت، إذا بنحسب حسابات السعر اليوم ما حدا في أمنه. فمنبلش بالحطب، أكيد نجمع حطب للكلهم سوا بنكون وفرنا مبلغ كتير كبير، يعني إذا اليوم برميل عم يصل 145 دولار على البيت. غلاء مازوت التدفئة تسبب في ازدياد ظاهرة قطع الأشجار عشوائيا من أجل حطب التدفئة، وخلق سوقا سوداء للحطب على غرار سوق المحروقات، وهو ما دفع كثيرين إلى التحذير من أثار ذلك على البيئة والطبيعة، ودعوة المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم قطع الأشجار عشوائيا. لازم نجيب رخصة لنقطع أي شجرة، لأنه ما هو بالسهل نحن بنرجع ننبت، بالأخص الشجر البري أو الشجر المعمر. القانون فصل بين 2 من نوع الأشجار، فصل بين الورقيات وفصل بين الصمخيات الطبية. ما لازم أبدا نقطع الأشجار المعمرة نهائيا، ولازم بس يصير في تشحيل بالطبيعة، تنشال كل الشحالة، ما يضل شيء بالأرض، لأنه هذا بيصير عرضة للحرائق ونحن عم نعاني منها بلبنان. تعيش الغابات في لبنان أسوأ أيامها، فمن إهمال وعدم حماية إلى حرائق التهمت آلاف الهكتارات، ثم جاءت أزمة المحروقات لتساهم في تقليل ما تبقى من مساحات خضراء، وحتى الدور الرقابي لم تعد الدولة قادرة عليه بسبب نقص المازوت الذي يعيق تحريك عربات وآليات الأجهزة الحكومية المعنية بحماية الأحراش. شفنا حرائق غير مسبوقة قضت على أكثر من 2500 هكتار بظرف 48 ساعة، إن كان كمان بالقطع اللي عم بيصير، والقطع الجائر والغير القانوني. عم نشوف قطع غير مسبوق بالمناطق اللي احترقت، لأنه اليوم في سوق للحطب كمادة بديلة عن للتدفئة عن المازوت، وللأسف الضرر اللي عم بيشكله هذا القطع الجائر والغير القانوني بالغابات المحترقة عم بيكون تأثيره كتير سلبي وأسوأ من تأثير الحرائق. وزارة الزراعة تتجه الآن إلى منح رخص لتقليم الأشجار بدلا من قطعها، ضمن خطة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الغابية والمساحات الخضراء في لبنان. تداركا لقطع عشوائي لغابات لبنان المعمرة، المطلوب حسب بيئيين مزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية ووعي مجتمعي للحفاظ على الغطاء النباتي والحرجي من الزوال.
من بلدة برمينة، جين عفيش، الحرة، جبل لبنان. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا من بيروت، رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته، أستاذ فريد زينون. مرحبا بك معنا. نبدأ معك، أنه نريد إيضاح الصورة أكثر، يعني في ظل كل التداعيات الأخيرة والأزمات المتداخلة، فعليا ما هو واقع لبنان في ملف الغاز؟ صباح النور. صباح النور. الوضع اللي صاير بلبنان انه كان في دعم على مادة الغاز، وهيدي مادة حيوية، الغاز المنزلي، وهي هيدي المادة يعني بنعتبرها نحن للفقير. نعم. فانشال الدعم عنا، واليوم نزل الجدول ب 229,600 لكارورة الوحدة، ونحن كلنا بنعرف اليوم انه حد الادنى بلبنان 675,000. فالمطلوب من رئيس الحكومه يرجع يرد الدعم على هيدي الماده، لانه هيدي الماده مثل ما قلنا ماده الفقير، ولازم هي أرخص فطورة بالنسبة للمحروقات بلبنان. يعني نحن نستهلك بالسنة 200 مليون دولار بالسنة، يعني ما 250,000 طن، يعني حسب ما يجي فصل الشتاء، لأنه تتأثر على المواطن، لأنه اليوم نحن كلنا بنعرف أنه المازوت صار غالي، ما عاد اشتراك الكهرباء على العداد كتير صار بيكلف، نص الناس شالت الاشتراك، إذن العالم يعني تستعمل، يعني نحن بالأماكن السكنية، يعني بحسب ما تقوله أيضا التقارير، هذا معناه أنه تقريبا شفنا في كثير من التقارير كانت تقول أنه 80% من منازل لبنان تعتمد على الغاز، غاز التدفئة. ويعني ذكرت أنه في كثير من المنازل التي تعتبر فقيرة هي التي تعتمد على هذه المادة. إذن ما حجم الضرر المتوقع من انقطاع توريده وتخزينه مع حلول الشتاء؟ هلا الغاز ما بيتخزن، لانه نحن كلنا بنعرف انه في منازل عندها كارورة واحدة، في منازل عندها ثلاث كوارير. بس المشكلة انه اليوم بالشتاء بيزيد المصروف على السقعة، يعني الغاز، غاز الطبخ بده بيصير قنينتين بالشهر، عندك كل ثلاث ايام الدفاية بدها قنينة غاز، عندك المية السخنة كمان على الغاز، حتى عم بيضووا هلأ أني على الغاز من خلال الكامبينج، الأنين صغيرة بركبوا عليها ليوكس لتضوي العالم. يعني الوضع مأساوي، وما فينا نستمر بقى بهيدا الشيء ونحن على فصل الشتاء. يعني في ناس ما عندها سيارة، ما عندها كهرباء، بس ما فيها ما تستعمل الغاز. وبالنسبة للحد الأدنى، يعني ما رح يتحمل مواطن هيدا الغلاء بكارورة الغاز. يعني هنالك الكثيرين ممن لجأوا إلى الحطب، يعني حسب رأيك ما هو الحل في هاي الأزمة؟ نعم، هلأ بالنسبة للحطب أكثر شيء بيستعملوه بالجبال، بس نحن الكثافة السكانية بتصير على الساحل. يعني نحن عنا بلبنان بحدود 1,400,000 وحدة سكنية، يعني كلنا بنعرف الجبال الأماكن السكنية أقل بكتير من الساحل، والساحل اليوم ما عنده شوفاجات بيستعملوا هالمادة الغاز. فنحن نتمنى أنه ينظروا شوية، لأنه بالنهاية اليوم يعني كل شيء عم يغلى بالمحروقات، ما في بديل للمواطن. طيب، يعني زي ما شفنا انه النقابات ايضا ما فينا نستعمل الحطب وين ما كان، بتحسين واقع يعني عمالها، بينما يعني ترفع الدوله الدعم شيئا فشيء عن مختلف السلع، فكيف يعني ممكن انه يعني يدبر المواطن اللبناني امره بين وقف دعم الدوله وايضا يعني اضراب النقابات؟ هلأ نحن يعني عم نعلي الصوت من خلال الإعلام بالنسبة لهيدا الموضوع، والمسؤولين عم بيصير اتصالات فيهم،
وهلأ بدنا نطلب موعد من الرئيس نجيب ميقاتي لحتى نشوف شو بنقدر نعمل نحن وياه بهيدا الخصوص، لأنه المواطن ما بقى قادر يستمر. صدقيني في مواطنين عم يجوا على شركات الغاز، اللي هي اليوم من كاروت الغاز بتساع 10 كيلو، عم بيقولوا عبونا ب4 كيلو، ما معنى ندفع الكارورة بالكامل. يعني تصوري لوين وصلنا، يعني نحن بلبنان لهيدا الزل والوضع الاقتصادي الاجتماعي اللي نحن عايشين فيه، فما بقى فينا نستمر. بعدين في شغلة، نحن بلد الغاز وقاعدين على الغاز وما عندنا غاز وما قادرين ندفع نشتري غاز حتى نتدفى. نحن يعني نشكر، ما بعرف لوين رايحين، لوين بدنا نوصل. الوضع ما بقى يحمل ابدا ابدا ابدا. نعم، نشكر مداخلتك معنا لهذا النهار، رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، شكرا جزيلا لك.